تستضيف بلدية منطقة البطائح ومجلسها البلدي حملة كلنا مسؤول التي أطلقتها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بحضور سعادة محمد عبد الله بن حليس رئيس المجلس البلدي وعبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح ومنى عبد الكريم مدير المدينة، وذلك تكريسا لمفهوم المسؤولية المجتمعية ودعما للمبادرات الإنسانية في الإمارة. كلنا مسؤول حملة أطلقتها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية واستضافتها بلدية منطقة البطائح والمجلس البلدي بالمنطقة لتشارك المدينة في ترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية وإتاحة الفرصة أمام جميع الأفراد والمؤسسات للمساهمة في إنشاء المباني الجديدة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في ضاحية البديع. طبعا مبادرات سمو رئيس الدولة الشيخ خليفة الله يطول بعمره تبرع لنا ب 80 مليون كإسهام لهذا المشروع. طبعا بعد التكلفة وبعد الاستشاري وبعد طبعا مع وزارة البنية التحتية كان المبلغ مثل ما ذكرت انه 500 مليون. هاي الحملة طبعا المبالغ اللي بتكون رايحة كلها حق المشاريع الجديدة، وفيها طبعا المدينة تعرف تخدم في جميع فئات الإعاقة وجميع من كل الجنسيات ومن سن الولادة لغاية ما نوصل لهم إلى عملية التوظيف لنمكنهم في المجتمع. ومع إطلاق حملة كلنا مسؤول في منطقة البطائح سوف يقوم المجلس البلدي ممثلاً بكافة لجانه العاملة وبلدية البطائح بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للحملة على المستوى الرسمي والمجتمعي أيضاً. هاي طال عمرك مبادرة زينة من صاحب السمو الدكتور الشيخ خطاب بن محمد القاسمي، وهاي مبادرة حق الناس المعوقين وحق الناس اللي ضعيف وحق والحمد لله يعني الناس تقبلوها بأحسن استقبال والكل يبي يشارك فيها. الهدف طال عمرك من هذه الاستضافة دعوة المجتمع والموظفين وأهل منطقة البطائح للمشاركة في العمل الإنساني لدعم مدينة الشارقة الإنسانية لما تقوم به من دعم لإخواننا ذوي الإعاقة. ومع تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية تتحقق كافة أسباب النجاح لهذا العمل الإنساني الذي سيوفر مزيدا من الرعاية والعطاء لفئة ذوي الإعاقة في الجوانب الصحية والتعليمية والمجتمعية. كلنا مسؤول حملة لدعم مشروع المباني الجديدة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مما يسهم في توفير بيئة تعليمية دامجة لذوي الإعاقة. لأخبار الدار سعود الكتبي من بلدية منطقة البطائح.